الاول الان في المركز الثاني في دوري قوي. يعني المركز الثاني انت انا اقول لك اقنعني. طيب انا مشجع جالس على النصراوي بينتظر انه يحصل على الثانيه بماني ورونالدو. انت تقول كل السوء اللي ذكرته يعني النصراوي المدرب واللاعبين وال... حتى لو النصر يحقق بطولات كان الخيبري موجود والثاني موجود. ها رجال ما حقق النصر الخيبري الجاب له يمكن زعلان الاداء الفني المترى. لا لا بس الظلم ما سالته تو قلت من اللي اخطا في الهدفين. قلت لك انا اخي خلاص اللي اخطا اللاعب ماني في الهدف الاول ما يعرف يلعب هو الثاني ابو عبد الله مش ما يعرف يلعب ايش يسوي جماعه الثاني لان المنافسين واحد ما يعرف يلعب اقول ما اخطا. هذا رايك بس انا عندي لاعب تكتيكي ممتاز يقطع كور وعلى فكره مو بس هو المدرب هذا اللي اختاره. اشرح لي انت الخيبري. لا لا اشرح لي لاعب ما ابغى لاعب مهم في الميدان. ما ابغى خيبري انت اشرح لي مفهوم لاعب تكتيكي. ترى تذبحونا بلاعب تكتيكي. شلون يعني الباقيين وشهم؟ لعبة في لاعب فردي في لاعب مجهود في مشان تكتيكي يشدوا لاجل في الملعب كله. هذا قاعد افرق لك انا. كل ال 11 تكتيكيين ما يصير تقول لي لاعبين ولاعبين ومدرب ومدرب والنصر المركز الثاني ويحقق بطولة عربية. يعني الخيبري زيرو ما يعرف ما في لاعب. اذا لاعب دولي ما علي من هنا ولا لو والله لو يلعب في البرازيل ما عارف يلعب. خيبري ما هذا رايك بس انه مش معناه يعني يعرف يلعب لاعب منتخب ما يعرف يلعب. طيب لاعب في المنتخب ما يعرف يلعب حقق بطوله في ناس لعبت في المنتخب ما تعرف تلعب. طيب شو اسوي انا ما يعرف يلعب.